السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله بأحسن حال. اليوم شرح بسيط حول الـ MBTI Behavior Tracer. طبعا هذا اللوح القاعد اللي يعطي من البداية نبدأ. طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله. اللوح الآن 13 فولت النازل من الألواح. الأمبير اللي حاصل عليه من اللوح 7.6 فاصل 7.8 يتراوح. المنظومة من يوم ما ركبتها حصلت عليها 5.1 كيلو. من يوم ما ركبتها هذه حصلت عليها. البطارية 11.6 فولت. اللوح طبعا اللي قاعد يعطي البطارية 8 أمبير. احنا قلنا قبيل 7.5، الآن يزودها. هذا الجهاز فيه تزويد MBTI يزود. شوف الأمبير كيف ارتفع، 8.5 والجهد هذه 8. شوف كم هنا 7.6. هذا اللوح اللي نازل الأمبير. والقاعدة اللي يعطي الجهاز نفسها البطارية، الباتري هنا الباتري 8.5. صراحة جهاز جميل جدا. هذا طبعا معانا الكلاب ميتر، نفس فكرة الكلاب ميتر، ساعة عبارة عن جهد البطارية وعن الفولت ودرجة الحرارة. هذه الساعة حق الكهرباء 220. هذا القطع طبعا ركبنا اثنين خاصة بالبطارية زي ما تلاحظون، رايحة بالبطارية، والاثنين هذه خاصة بالألواح الشمسية. طبعا هذا جهاز حق التحكم، حق البيفر، واي فاي بوكس، عندما يطلع لمبتين يعني متصل على الجوال يبي لك البيانات المعلومات. صراحة جهاز جميل جدا، افضل لاي بيفر انصح به. طبعا الان قاعد الانفرتر 2 كيلو، هذا 2000 وات، شغلنا عليه ليزرية 1200 وات يعني كيلو وربع. الآن تقريبا ربع ساعة شغالة، أكثر شوية يمكن، خليها نص ساعة ونطفي. نطبخ عليها الغداء، نطبخ عليها أي شيء عادي طبيعي يشتغل. نقوم سليم هذا والإنفرتر طبعا عبر بلوتوث، هذا يشتغل بيه لك معلومات الوات السحب، نفس الفكرة يعني. طبعا